ديسك بتاع خاص، والاكاديميات اللي موجوده، والملاعب في مراكز الشباب، دي كلها اسس تطوير مستقبليه. تمام. وطبعا مع تقويه الدوري المفروض الواقع على يعني اداؤه الرابطه، ايوه دي كلها يعني مهام وحاجات للتطوير علشان نصل للي احنا عايزينه. ومنتخب مصر على فكره، انا لازم زي ما قلت لهم قبل المباراه مع ملاوي، انتم من اقوى المنتخبات، انتم سافرتوا او في 6 شهور حصل تعديل جذري في شكل المنتخب، واللي احنا شفناه في كاس الامم الافريقيه ايوه في الكاميرون منتخب قوي جدا. يعني التوفيق والله توفيق في المباراه الاخيره، او حتى يمكن تصنيفنا اللي هو كان في فتره ما قبل التطوير، انه ايوه منتخب مصر يكون الثاني. لعبنا المباراه النهائيه السنغال هناك، لكن احنا منتخب قوي وعندنا عدد من المنتخبين على من المحترفين على راسهم محمد صلاح، ولازم يتم اكمال يعني موجات متعدده من اسفل الى اعلى. وده ايوه موجود كمان في المنتخب الاولمبي، عشان كده يمكن كان تمام. في اصرار ان يكون في اكمال الاجهزه الفنيه ايوه الاجنبيه اللي موجوده بالخبراء اللي موجوده، ده مهم جدا جدا. تمام. والتلاحم يعني احنا كمان حتى في الدوري، وده مش عيب يعني، العالم الاحتراف، شوف الدوري الانجليزي كام مدرب يعني مش من غير انجلترا انجليزي، بيدرب فيه، مظبوط. شوف الدوري الاسباني وهكذا، ده احتراف ولغه طيب، الاحتراف. على ذكر المدربين معالي الوزير، فيما يخص معايير كانت قد اعلن انه سيتم الاعتماد عليها في حالات تعيين المديرين الفنيين للمنتخبات المختلفه، ايه هي ابرز المعايير دي، وعلشان من اجلها يتم اختيار مدرب قادر على انه يسير ضمن خطه التطوير الخاصه بالمنتخبات؟ والله التنسيق بقى دايم كده مع اتحاد الكوره واجتهاده للتطوير في الفتره الحاليه. الحقيقه اتحاد الكوره منتخب حتى 2024، جمعيه عموميه هي اللي انتخبته، ودي اعتقد 140 نادي او عضو جمعيه عموميه، زي بالظبط الرابطه ما هي منتخبه من ال 18 نادي، يعني ده منتخب وليس الوزير اللي جاي مظبوط. هذا او ذاك، لكن انا اتابع ادائهم وهل من الوزير السنه الفاتت. راضٍ حاليا عن أداء الاتحاد؟ بص، الاتحاد الموقر هو منتخب حتى 2024، مفهوم. يبقى انا لازم اكون موجود معاهم في تقويم دايم احنا ايوه. مع بعض لمستهدفات. الموضوع مش فرديه الرضا او عدم الرضا، تمام. الموضوع ان احنا ازاي يكون عندنا مستهدفات. احنا قايلين ان احنا، وده لازم يعني، ده يعني مع الاستاذ جمال ومع المجلس الموقر، ايوه. لازم تكلموا الراي العام في كل حاجه بتتعمل، وده توجيه باستمرار يعني. تمام. فبالتالي احنا عندنا 2026 لازم ندخل ان شاء الله كاس العالم، ويكون شكل